بسم الله بسم الله وعلى بركة الرحمن. السلام عليكم. تشوفون جبهتي كيف؟ هذا وانا تعبان يا عيال. تشوفون كيف حالكم يا اخوان؟ ان شاء الله طيبين بصحة وعافية. بس كيف حالكم يا اخوان؟ ان شاء الله بخير طيبين. ان شاء الله جاي لكم في الجنة الباردة. البث هذا عبارة عن 55 دقيقة فقط لان عندي تصوير، فلذلك خلونا نلعب على طول. شلونكم؟ لا حد يسولف لي عن اليوتيوب تكفون عشان ما انغبن. نورين جميعا جميعا نورين جميعا. الله يسعدكم ركانه قلبي. انا اعطيتك سيف لاني ما اعرف في اي بي. اذا هذا تعال انت جنبي انا جاري يا حبيبي يا ركان. الله يسعدك. شلونكم يا اخوان؟ ايش غالي غالي الله يسعدك. شكرا للاشتراك. القناة والله تهكرت ونزل سوى بث مدري وشو وحذف القناة انحذفت، لكن إن شاء الله بإذن الله راح ترجع بإذن الله. بيرجعونها الشباب إن شاء الله. إيه كيف حالكم أنتم؟ إن شاء الله طيبين. الله يبارك بأيامك يا حبيبي. ايوه لانه نسولف عن قناه خلاص شو اسوي يعني؟ قاعد اقهر نفسي بس على الفاضي. يا بعد قلبي افتقنا جديد احنا معك يا حبيبي. انت الله يسعدك. لو شموركم انتم طيبين. اي نعم عيال انا بالمقر. هذا وش هو يا عيال؟ بالله اسمع مني. بسم الله. هذا ايش؟ يلا جاوبوا ايش هذا؟ يا سلام عليك ممتاز. هذا عازل صوت والله العظيم انه عازل صوت. طيب الغرفة اللي جنبي مين؟ ركان. ركان وعازل صوت ايش يصير؟ والله العظيم انه اخترق الصوت. اقسم بالله انه اخترق ام العازل. ما شاء الله تبارك الرحمن. والله كل ما يلعب كود اني ادعي اقول يا رب انه ما حد يفنشه، يا رب انه يفوز، لان ذنها زم مصيبه. هذا الشيء اللي ما حسبت حسابه والله العظيم. صوته كذا يركض، صوته يركض يركض بعدين جيت عند طبله اذني يطلع رجله الصوت يرفس يدمج ام الاذن ما شاء الله. لكن اليوم اليومين هذه لا صار يفوز. ما في صياح. طيب لا اله الا الله. صلوا على النبي صلوا على النبي اخواني واذكروا الله. خلونا ندخل الحين جراند. بس اي شخصيه ندخل؟ لا تخاف ما يخسر. هلا حمودينك هلا يا قلبينك. رايد قناتك اليوتيوب وقناتي ودعت الملاعب، لكن ان شاء الله بيرجعونها الشباب باذن الله. هكرت الله لا يوفقه. قولوا امين. الله لا يوفقه. عليكم السلام ريمونتاد. هلا بالشيخ يا مرحبا حياك الله. والله العظيم امس بعصر الجو بعصم البث اول بث لي و... احسب العيال اللي يطقطقون علي قسما بالله. قلت ايه يطقطقون الرجال يلا عادي. الا ان الوضع صدق والله اني متهكر. برد وجهي بارك الا بارد وجهي. ايوه دخلني ان شاء الله باذن الله. الله يعوضنا باذن الله. ايوه قائمة انتظار قدامي ثلاثة. الا كيف حالكم؟ طير حقها والله. شوف انت هلا جلتش يا قلبي. عليكم السلام والرحمة والإكرام حياك الله يا بعد روحي. إيه ليش البث يكون قصير؟ ما سمعت. ما ليش البث بيكون يعني 55 دقيقة إلى ساعة بالكثير لأن عندي تصوير. والله عندي كذا شغلة بعد شوي وخلصها، لكن بزعجكم بثوث. والله يعني بنشب لكم يا عيال. وإن شاء الله ترجع أقوى من قبل. والله يا بعد روحي يا حبيبي أنت يا حبيبي. أحس مودي زعلان. لا والله ما بيننا زعل، ترى أخوان حنا يا حبيبين. أنتم إحنا أخوان
والله العظيم انه اسمر اخوياي من قبل الكلانات، قبل لا اعرف شيء اسمه اسمر، وانا معهم بصراحه واحده، انا اكون من شبنات كلنا بصراحه واحده ترى، يعني مو اني اطلع من الكلان يا الله خلاص ما اكلمهم، ايش دعوه. في ناس فاهمين غلط والله. ايوه ردت يا بنات، اي سويت قناة جديدة. لا 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 ما سويت، القناة بترجع يا اخوان، بترجع ان شاء الله. يا هلا بك بخير، الله يسعد قلبك يا حبيبي. في صدى؟ لا تكفى، لا ان شاء الله ما في صدى، ان شاء الله ما هي في صدى بصوتي والله ما اعرف. زياد تعال. صدى من غرفة كذاب. اي والله كل جعلي يموت لانه فاضي والله. يا الله لازم احط اشياء كثير. غرفتك كلها جدران يعني ما في اي شيء والله فراغ، جالس حتى الرضيه ما في اي شيء، الرضيه خشب ما في صدى والله، ما ادري كني بحمام يعني ام القهر. بس ركب عازل هنا، ركب على هذا عوازل البيضه تعرف ايه عشان الركان، ركب عوازل على كل شيء. ابي شيء ركان يا ساتر، بيدخل صوت هنا كذا، هنا 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 يجي صوت من هنا بس. يدخل من تحت من هنا كذا صوت يرقص ربنا. انت داخل جراند موجود الصوات الحين كذا. لا تبيني وش نبي حراميه عشان شو اسمه يمكن شوبينج شوي. اسمع بي فايف مواطن فايت بي فايف كذاب مواطن تعال عسكري انسحب من صوات في صوات روح اساكر حنا جدول اروح اخطفه واذبحه والله انزل موتر الزريع لحد والله اني اخطبك والله. بس في هنا اكيد باردين وجه بيروحون يقولون لبثه يقولون انه سوف يخطفك ويذبحك. انت بخاطفه مع مليون واحد اخويا كذاب. هو وش حقينه مواطن اصابته وش هي؟ جروف ستريت. امس فاتك زياد ايش اسم قناه؟ اكتب زياد استفهام. والله امس فاتك وشو؟ امس تفايتنا معهم. ما من هو؟ هم الجروب مع عساكر. جروب مع العساكر؟ انت مع العساكر؟ اي يما ايش صار؟ ايش صار؟ تكفى انتم فزتوا؟ اسالك بالله؟ اي والله. طيب لو صوت ضد شو اسمه العصابة الثانية شو اسمه؟ من الحمر. الحمر ما في، ما عاد في حمر. كذاب والله كل جعلي يموت والله جعلي. الحمر اللي دخل معهم احمد قفلوا. كذاب والله. ليه؟ ما قفلوا كلهم صاروا عصابة معي بالعصابة واي دايموند. كذاب كانوا اقوياء يا اخي هم. شفت الحمر ايه 80% راحوا سووا عصابة جديدة. كذاب اللي انا في اهلي دايما البس سماوي ابيض. ذول الحمر وصلنا لقناتك ما صار شيء. زياد يا تدرون زياد اذا يعني يا الله برد بردان يطفي مكيف وانا اموت حر معاه. كذاب انا مكيف مشترك والله العظيم انك كذاب. مكيف طافي. اسمعوا انا اقول لكم انا اشرح لكم المكيف كيف عندنا. اذا انزلت درجة الحرارة صدق والله خلني اشرح لهم لا تظلمني لا تظلمني. اذا انزلت درجة الحرارة صارت 22 يطفي من نفسه. متى يشتغل؟ اذا ارتفع درجة الحرارة صارت 25. انا ماني دخل والله. طيب الحين وش الحين وش الحين هو مرتفع. طيب حر نزله سوي اي شيء حر بموت انكتم. يا عيال والمشكلة لا تخليني اخذ الشخصية هذه احنا يا العصر. وش الطقم؟ طقم عريف هذا رقيب هذا تخسي حق عريف والله والله رقيب. اضغط عليه والله. وشو ازرق ولا اسود؟ خلنا اوري الشات شوفوا شباب وشو هذا؟ هي كذا كم حلوة ولا صغرها؟ احس كبيرة مرة صح؟ شوي صغرها من وين؟ اصبر كم صح؟ انا سالته قلت يعرف كذا صح؟ والله اني قلت يعرف بس قصر شوي بعد بعد قبل كذا بوكس كذا هديه صارت مربع صغير احسب حساب وجهي هذا طقمك يا حبيب والله. ايه انا اقول ندخل هناك اول شيء هنا هذا بس لازم اغير وجهي وجهي يقهر. وش نسوي مطنين؟ دقيقه ما في شيء نسويه. شوف وجهي شباب ما في شيء نسويه. هذا فين بسوي شيء شوي بس بعدين بنحول عساكر بس شوي. هذا وش هذا يعني وشو؟ مجرم وش هو هذا؟ بنت قناتك بتوجه. لا لا تكذب وش هذا؟ شمري هذا يعني بعد حي شمري شمري ما يهكر. وش هذا؟ الو بعدين دنو الو بعدين ايش؟ شوف رايد مسوي شوف شوف بالله مسوي مسوي يشرب الاشياء. لا تسوي اعلان لا تسوي اعلان اضرب فاروق جيب شاي حليب مليان
طعم ايش؟ طعم البندق مع الفاصوليا. روح احمد موجود، احمد موجود ابو سوحان. احمد موجود، يلا تعال تعال تعال. مو ابو سوحان وين موتر كذاك؟ بيجيني كل شيء الحين، انت تعال معنا هناك وبيجيني كل شيء. والله؟ اي والله. يلا. وسيارة اليمن صح؟ بس لا بطيء. يقول لك سيارتك اليمن وانا؟ ما ادري ما حط طماطنيا، انت طلعت صرت اسكن انا صرت وراك. يلا. اريغاتو غودايماسي. ها؟ ايه عشان كذا ما اقدر اطول بلبل. في بعد هذا. هذا وش كاتب؟ يا حبيبي. طيب يا اخواني اخواتي حياكم الله وبياكم وبالجنة يا رب العالمين. ما وين وما وينكم؟ وش يقول الفيس كام الحين مصغرت؟ يا عيال ما اخذ مساحة للدرجة. ها؟ ليه ما ليش ما تفتح قناة احتياطية نضيفك فيها وننشر لك يا بعد قلبي يا سام؟ الله يسعد قلبك. لا ان شاء الله باذن الله انها بترجع قناتي. نقول يا رب. قولوا يا الله يا رجال، قولوا يا الله. قولوا يا رب انها ترجع. الفيس كام كبيرة صدقيني، الفيس كام كبيرة. الفيس كام نصها للحيط عشان حيط. حلو منسجن انا. كذا كويسة. طيب لا تقولوا لي لا بعد. اتوقع كذا حلوه صح؟ هي كذا ممتازه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش انا مسجون يا اخواني؟ لان الكام علقت، واذا علقت الكام مش نسوي على طول؟ نسوي كذا والخصائص الغاء التنشيط. تنشيط بسم الله. يلا. ايوه صرت افهم الحين. هو بيدي سيجارة له. نمشي بس. يا بسام بشر تبي شيء مزعج؟ اه خذ 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 بارد وجه. يا ليل الكام شوف كني ساحر والله. يا عيال انا تعبتني الكام والله والله اني تعبت. شوف هذا قام يضربني وانا ما ام القهر. ها وشو اصلحكم؟ شو كنت تضاربون؟ انا بارد وجهه. خلينا نشوف كم عندي انا. وشو 44 شهر ليش؟ اه 9 شهور. انا 44 شهر. وش ذا؟ اسمك غالي. اسمي غليص اللي ما يهاب سود الليالي. انت اسمك؟ عطني اخبار. انا ابو عزام. اياك الحمد لله. وراك كل سالك ما ادري والله. يلا نروح لين عسكري. عليكم السلام عموري المرموري. لا لا هذا عسكري. هذا عسكري يقول بارد وجهه. ذا او معي جوال. ابو سويحانينج موجودينج. اي فيدي شكرا. مرحبا يا ابو. ثواني انا بمركز الشرطه. وينك انت؟ بجيك. انا 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 مسجون. انا مسجون مسجون مسجون. يلا طيب اتفاهم. يلا 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 حسب انه قفل. صايحت عليه. انا مسجون لازم اطلع. لازم اطلع يا اخواني.
ايش معي هنا؟ كلبوش معي هذه؟ يعني اقدر اصفق اللي قبل شوي؟ ضربني هو صح؟ والله تهكرت يا اخوان القناة خلاص تهكرت والله. من اللي ضربني قبل شوي؟ اللي راح هناك اللي كان يضاربك. ايوه وش تقول؟ عسكري تبيني اصفق وجهك؟ مين العسكري يا بوي؟ وش تقول انت؟ تبي اصفق مخك هنا اخلي مخك يركض هنا؟ بس ما تعرفني هنا. قل اسمك طيب. اثنين يا مسجون. شوف ايش سويت في هذا. يلا 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 شوف شوف هذا اللي يضربني انا اسويه كذا فيه. وجهي كيف خشمي كيف صار؟ بموت. مرة لا تضرب. على عينك بسرعة بموت. موت 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 لو أفتح الباب الحين وش بيصير؟ إذا ضربتني أصير مثل الرجال ذا. فيه واحد صوته عذ مرة. صوته وشو؟ عذب مرة عذب. يا احبالك مشكلة هذا في احبال هذا فيه الصدى. احبالي فيه صدى. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. وشو ارفع صوت اللعبة شوي وشو؟ والله اني ما ادري. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أهلا وسهلا. ارفع صوت اللعبة شوي وخف صوتك شوي في كهرب. والله العظيم إني ما أدري شلون. لكن ممكن إن من هنا. أيوة فعلا من هنا ضبط. الحين عندهم ضبط. آه انت ايش اسمك انت؟ معاك عسكري ايش تبي؟ انت عسكري ولا عسكري؟ عسكري ايش تبي؟ افتح الباب. ترى صوتك يتردد. ترى اذا فتحت الباب مو من صالحك قسما بالله لا اوطى فوق بطنك لا خلي زقك يوصل السقف تفهم؟ يا رجال خسي. منو يخسي؟ افتح الباب. قلها ثلاث مرات ايش يصير لك؟ خسي ثلاث مرات. اي لو قلت ثلاث مرات ايش يصير لك؟ خرش رجال عيال خلنا خرش رجال. دخلت السجن اثبت نفسك. مرحبا ضبطت مشكلتك؟ انا لا والله ما ضبطت. انا بالسجن الان مسجون ومعي. اسمعني ها اسمعني كم محكوميتك؟ 44 شهر. كم معك واحد؟ معي واحد اثنين ما اعرفهم. تذكر ليش سجن طيب؟ لا والله ما اذكر. احتمال يكون بالغلط. ايوه هو بالغلط ذيك المره يوم سكت البلاوات حقتنا. اي طيب امس طلعت. طيب امس طلعت انت صح؟ ايوه طلعت امس. طيب بلغ الجهات المختصه عضلات السلاش بعدين ريبورت واكتب لهم ان تم سجني بالغلط وانا ممتاز. الان سناب. ايه يلا 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 ممتاز. ابو الحلول ابو شايع بسم الله وعلى بركه الرحمن. هذا يحس مني عسكري شادها. طيب سلاش بعدين اعطوني الحروف اعطوني الاشياء الطيبه. ما راح اثق باي واحد. لازم يا عزوز صادق انت ولا تطقطق علي؟ والله اني ما ادري اثق فيك يا عزوز ولا لا. ان شاء الله نقول ان شاء الله. سلاش ايوه بعدين وشو بعدين وشو؟ وش اكتب؟ سجنت بالغلط. ايوه انسجنت
بالغلط وانا الان سناب، لانه صدق يا عيال والله اني ما دخلت سجن، امس هربان انا من السجن. يعني لو امحط واحدة، لو امحط واحد بهذي على طول يموت ولا وشو؟ الكام علقت، شوفون وجهي. يلا يلا عيال يلا يلا، دام الكام علقت كل واحد يعطيني شو اسمه كلام عن الصورة هذه، شكلي وانا ايش بسرعة افضل واحد راح يفوز معنا بكف. وانا متهكر قناتي. اسعدتني اسعدتني. تبغى تدي واحد كف. هلا سلوم، هلا بالشيخ، يا مرحبا ويا مسهلا. هذه والله العظيم انه الكام يعني صراحة شو قلت شو قول سمى ابوي ايش تقول انت؟ تبي يعني قصدك اصفك يعني؟ ايوه انت بنفسك عشان ما امحط عينك. انخرش يا عيال صح؟ انخرش يا مهبته بوحدة داخ صح؟ والله اني صدق. والله اني اعرف. يا هلا بك زود، وزود عن الزود زود. لا 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 لا، لا تعطونه تايم اوت ليس على القناه، بس اللي ما يدري اخوان قناتي تهكرت وبث بث غير لائق، فاحذفوا قناتي اليوتيوب. والله لا يوفقوا يا رب في هذه الساعة الفضيلة، والله لا يوفقوا في هذه العشر الأواخر، وجاء لا يموت يا رب العالمين لأنه أجنبي وصخ، هذه حركات كفار. والله لا يوفقوا يا رب، يهرني. لكن بإذن الله أنه يرجع ويرجعون الشباب والكام علقت. يلا شباب شكلي وأنا إيش، شكلي وأنا إيش بسرعة. شكي وانا ازق، بعطيك كف يا وسخ يا بارد الوجه. يا مريحة. قدر اكذب ما علقت. شكلي قهر، الله اني قهر شكلي. يا عيال هذه مصيبه، والله انها مصيبه. يا ربي ليه ما يطلع شباب. هلا لا ما طلعت الان، ما حد رد علي صادق. اي والله يا ويلي. طيب خليني اشوف لك، خليني اشوف لك. دقيقة يا عيال، هم شو وش من اللي تقول اللي يقول رد عليك؟ وين رد علي؟ ما ردوا. نسوي ثاني مرة ما في مشكلة، ما نسوي نسوي ها. أنا مسحور وأنا سناب الآن، أنا مسحور وأنا سناب الآن، طلعوني من السجن مسجون. لا هذه محزم كاتب، أنا شفيني مسجون، وين الواو؟ مسجون بالغلط يا أخي. وين الله الكيبورد انجليزي يا عيال،
وجهي علق يا انا القى من وجهي ولا القى من السحر ولا القى من القهر مو بحالة ذي عادي يا وجه والله العظيم انها مصيبة مساء النور السرور حياك الله اشتري كام جديدة مستحيل كام ذي جديدة ترى بس انه ما ادري ايش فيها يمكن من السلك السلك هو اللي هذا لازم اغيره ايه ولو اموت بس معي اغراض انا وش الاغراض معي فاتح قفال كم رقم هذا كم رقمها رقم الموجة كم 60 45 60 45 60 صح زاء 60 نقطة 45 في أحد موجود يا شباب هل تسمعوني؟ ستين ستين مشكلة الصدى لازم أبي أشياء على الغرفة والله غرفة كذا فراغ كثير هنا دينا 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 ستين نقطة ستين أريق أدوق دي بسي ما في أحد رايد صوتك علي شوي كده خلاص أبدا كده إن شاء الله هلا 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 باللي لفان هلا بتاني العمور اكتب تويتر اللي يهربني بعطيه فلوس ومن وين الحظ يجيب فلوس تبث في حمام حمام وجهك يا بارد الوجه والله قهر يا عيال قهر ليكون انا ما سويت ريبورت زي الناس صدق والله ليكون غلط عيال مرحبا ها وينك ها خلاص استنى اص نجا ولد يا نور الهلال اقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما لا رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان يا مل الجنة الله يبارك بأيامك يبارك بعمرك يا بعد روحي كثر الله خيرك يا ابن أخي والله رحم الله والديك جعلك في الجنة الباردة جاني جمسي ويني السلام عليكم هذا ما يرد ما فتح كل شيء ينفتح قدامه كل شيء ينفتح
قفل اذنك. ابشر. طيب يا ملا الجنة الباردة يا ربي يا سلوم، كثر الله خيرك ورحم الله والديك، الله يسعدك يا اخوان. ادعوا له تكفون، ادعوا له في الليلة المباركة. ما تسمعوني؟ الو وشو؟ الو ما في صوت. صوت وشو؟ ايه شباب لا تلحسوا مخي، تسمعوني ولا لا؟ ايوه لا نسمع. ايوه 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 الله يرضى عليكم يا حبيبي، والله يا حبيبي. ادعوا لسلوم، طيب دامكم تسمعوني ادعوا لسلوم، قولوا جاء لك بالجنة الباردة يا رب، كثر الله خيرك. قولوا له حبيبي كلاوسنج، بارك بعمرك بارك بايامك. وينك طلعت؟ بقي لي شهر واحد بس واطلع، بس من وين اروح؟ اروح عند ريسبشن قدام. سلام عليكم. اه صح صح صح، يلا 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 يلا. حرف عضله الاي إيه؟ وبعدها توجه لي المستشفى، بمرك من هناك. ممتاز. وبجهز لك هديه. لا تكذب علي. والله هديه حلوه ولا شوي يعني تفرحني ولا عادي؟ يا ربي يلا يلا بسم الله. السلام عليكم، تبغى تهرب معي؟ عليكم السلام، انا ما اهرب، انا اطلع على طول كذا، بس اطلع. اي تهرب يعني؟ عصابات عندي انا، بس بدون ما اهرب نذبح ام البي 5 ونطلع غصب. ما شاء الله عليك صاطي صاطي. بتصير بعصابتي. وش اسم عصابتك؟ عصابتي اسمها حلالي شمس الوالي. انا اسف، تعال. انا اسف والله اني امزح، الله يرضى عليك. إصابة، أنا ناجي إصابات. طيب يقول لي روح هنا صح؟ أنت حر الآن، حر الآن. اي تعال تعال بس عشان تعال. ايه وش فيه؟ ما في شيء. من وين جايين؟ وين ابو عزام؟ ابو عزام الله العظيم انه يعجز اللسان عن شكرك، قسما بالله يا اخي. الله يسعد قلبك يا اخي، روح روح روح، الله يفتح بوجهك. روح روح، جاء لك مباركا اينما كنت، جاء لك بجنة عرضها كعرض السماوات والارض عدة المتقين يا رب العالمين. يا ابن اخي يا بعد حي يا بعد وجهي انت، والله شكرا. الله العظيم اني ما ادري ايش اقول، لكن الشات بإذن الله ما راح يقصر. افزعوا لي وادعوا لي، كل واحد يدعي له أفضل دعوة عنده. تكفون. السلام عليكم. سلام، كيف حالك؟ خير هلا والله. تنتظر مين؟
انتظر بس شرطي يجي يفتح لي الباب عشان يا بعد روح يا سلم الله يسعدك. في واحد مصاب داخل. طيب ابيك تكفى توصلني عادي. لا والله ما اقدر. وصلني يا ابن الحلال. والله ما اقدر. لازم انتظر المصاب بس. طيب شوف هذه. ما في شيء كنت بطلع هذه ما في شيء الكمال اللي قد مله 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 بطلع الحديد عشان خوفه. وش اشوف؟ خلاص شوف 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 جوالي ايفون اخر واحد. طيب بس خلاص شكرا ابي. طيب اعطني فتح اقفال تكفى. فاريدك الله يرضى عليك. شكرا يا حبيبي ممتاز. ذا يبي ينتظر جثة وانا ماني رايق انتظر جثة بعد فنروح. بس شلون دقيقة وقف سيارات. اي يا رب يا رب يا رب. قولوا يلا يا رجال قولوا يلا. تعال يا البط يا المدني عفوا صح معلش. تعال انت تعال 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 انت السيارة هذي مسوي. وقف 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 وقف. لا تكفى لا تمشي لا تمشي. انقلع ازرق. ما اشتغلت سلك لي بوحده ما اشتغلت. يا الله انت بالمقر. ايوه ايوه بالمقر ايوه. قهرني والله انه قهرني. هذا مو كان اللي قبل شوي. انزل. لا وقف والله. ما القهر ليش لف. عن ابو ابو هالوجه يا مريحه. تا 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 ما ينزل. هذا صدقي هذا صدقي. ها لا تاكسي انت. ها تاكسي تاكسي. بكم توديني؟ $100. 40 دولار. طيب انزل واعطني فاتح اقفال. ما معي. طيب اعطني مفتاح السيارة. يا ابوي اوديه. يعني ما بيركب. الحرارة تكسي والله ما اخطب. هذا يخطب ترى هذي. تعالي انت انزلي. يا رب تنزل. مفتاح استعاني. خذي والمفتاح. ما يقدر يخطبني. تعال وراه راح بخير. يا ربي يا ربي. شوحه
هلا وين؟ ما قدرت اطلع، ما قدرت شو اسمه اخذ سياره. طيب طيب حاول تاخذ اي سياره وتجيني، او قال احد اني انا الان بس قاعد اجهز لك الاغراض. اجيك المستشفى؟ اي تعال المستشفى. يلا. في عندي ارقام انا كثير صح؟ عبد الله الدوسري هذا والله ما ارتحت له. عبد الله الدوسري هذا لسه بعد ما ارتحت له. ايضر البريكي. ايضر البريكي هذا وشو؟ دق على اوبر صح؟ في باوبر؟ اي والله تاكسي سرحان الشمري. اقدر ادق كذا؟ ما يرد ذلك. انا من القهر سرحان الشمري هذا ابن عمي. ابعد حي تكفى ما معي ريال. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تكفى يا بعد حي تكفى مرة. ابشر بي ابشر. هلا ما معي سيارة. هلا مرة تكفى. تعرف مكاني ولا شلون ارسل لك؟ لا والله مكانك. مكاني مقابل السجن. توني طالع من السجن. السجن السجن ما غيره فينا شره. اي أيوة والله. يا الله يلا جاي. يلا. يا هلا. لكم ابن عمي شمر يا بعد. يا هلا رويالينج. يبي لك تعدل الصد اللي عندك صادق. الصد اللي عندي لان الغرفة فاضية توني ما سويت ولا شيء. طيب لو اقلل حساسية هذا لو اقفل حساسية المايك اخليها كذا شوي فوق. كذا لازم اسوي كذا صح؟ هلا والله كيف الحال شلونك؟ صوتي واضح كذا؟ ان شاء الله بخير اهلا وسهلا. هلو وشلون ارسل له طيب الموقع؟ فيديو صح؟ اوه ممتاز يعني من الحساسيه ممتاز جدا. حلو 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 بس وجهي مو بحلو يا عيال وجهي مره مو بحلو. ليش لابس باور؟ قاعد ألمح عشان يدخلوني معهم الكلام. قرني هذا وشو؟ هلا وشو؟ قول بغيت شيء تبي شيء؟ لا والله ما أبي شيء. أتبي لا ولا شيء؟ أبدا. أكيد صدقني إيه. إنك متورط تبي شيء؟ لا أنا طلبت أوبر جايني الحين. أعطيك فتح قفال. ايه اعطني فتح اقفال يلا. الشنطه ايوه بس ايه يلا يلا. وش الاخر من الشنطه؟ الله يرضى عليك شكرا يا حبيبي. انا مضحك. هلا انت اللي واقف. اي انا بسم الله. يلا حيا يا مرحبا كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. شلونك يا بعد حي؟ ابي للمستشفى تكفى. اي الله ازهر حبيبي حبيبي. ايش ما شاء الله وش السياره الممتازه ذي؟ رايك بالله ما شاء الله والله انها حلوه. الله يسلمك. حقت مدنيين عيال سارقه. العالم ورا اللي ما خليت مو ترى. اللي زحمه في الشارع قلت انا. اي والله العظيم تستهبل. ادور مفاتيح ما حد اعطاني مفتاح. شكلي ما اخوف. بعد الموتر الاول ما مشى. الموتر الثاني خلاص. دقيقه تعال تعال كلام يا شيخ.
تذكر؟ ايوه ار اي ايوه 100 100 خليك راضي ار اي ها ار اي بليز ار اي 100 100 لايك شير سبسكرايب ان شاء الله ان شاء الله حبيبي حبيبي فاروق فاروق تكفى اطن ما وهذا وده الزباله تكفى يجيب لي مويه خيل اخطف انت بضحك ضحك والله اضحك ضحك طالع احمر عندي ليه ليكم معلق عندكم هلا ابو داحي هلا بالزين هلا حبيبي فاروق يا حبيبي شكرا صار القناة ما صار شيء والله للحين يا من العافية يا حبيبي الله يبيض وجهك شكرا خلاص اي خلاص خلصت يا من العافية طيب حق التوصيل تعال يا ابن الحلال شمر ما بينا فلوس ابن الحلال اسمع ابن الحلال الوضع متأزم ترى 200 بس ترى اللي معي هذا بارد وجه هذا انت ما تجيب لي وجبه تاكو كرميته وجبه تاكو دقيقه انا طالع من السجن ايش معنى طالع من السجن يعني ما ربطات خبطات يا رجال اي ربطات بس دقيقه بدي صراف وين صراف عشان اعطيك خلاص اعطيك كل شيء بحولها لك زين لا ابدا ابدا يلا هذا لازم احوله والله اصابه اليوست مين مش اصابه زي ما اعرف انا عند المستشفى ولا جاني ذا طيب بنسوي لازم نسوي حركه حركه الحركات ذي المشي الحلو صح وهنا وش دي وش ذا ها تعال يا ولد شو سوى ذا شو سوى شو دخل صوتي ايش فيه شباب يا ولد لازم اقرب المايك كذا ما اعرف يا اخي قهر دقيقة ناقني قرين دين داري ليري دين ليرين 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 ما اقدر امشي يا ولد هوي اصطف هوي داخل مطعم انت تعال وشو وش تسوي عشان ما اعطيك بالجيتار بطلع معزوف على شعرك تفهم ولا لا ما تعرف انا مين ما تعرف انا مين والزعتر ايه اشوا يلا حياك ما تش بغيت ابي واحد هنا يقال ابو سوحان يقول انا هنا بس وينه هنا ما في احد اسمه ابو سوحان تعال انت مبروك ابو الغوالي الله يبارك فيك هلا والله كيف حالك؟ ما شاء الله شلون معلق الجيتار بطنك وين الحبك؟ هذه خدعة دي خدعة سحرية. ولك ليش حط عمره ولك؟ وش تقول ولك؟ ليش حط عمره؟ اسمع يا زلموشن. معلم. الكلام هلقت. أنا بالمستشفى أبو سوحان وينك الآن؟ وين؟ يلا جايك جايك جايك. يلا عند باب. يلا.
الله يستر من أصدقائه، الله يستر. خلنا نعدل الكام. يا ربي سترك. أولك ماريو ولك اسمع، والله لسه درنا عليك ولك والله بالمستشفى. ما عنديش سيارة، تعال جيب سيارتك تعال. يلا يلا هني بستنى. وش هذا؟ ها ضبط الكام صح؟ ضبط الكام يا عيال. ايش فيكم انتم متأخرين؟ وشات معلق وانا معلق ولا ايش السالفة؟ ايه اهلير في ماريو تعال. هاي غالي تفضل ابو الغوالي. ابي اللي جنبك يسولف. مين؟ اللي جنبك. اهلا وسهلا يا مواطن، حياك الله. اهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. انت شلونك؟ الحمد لله. تبيعون اسلحة؟ في سلاح بس. مش هون مش هون تحكي، لا تفضحنا هسه. في حرارة يا الحبيب، ما يصير. ايه صح. يلا 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 يلا. سلام يا غالي. قهرني قهرني بنفسي. ها وشو معلق علق ولا شنو شباب؟ والله انه مصيبة يا اخي، في اخطاء كثير عندي. طيب وش ابي انا؟ اي ابي ماسك. وين الماسك؟ عليكم السلام والرحمة. طولوا علي، طولوا طولوا طولوا. شويخة وش دي؟ شويخة يا بارد الوجه. ليش ما نرقص على ما يجون؟ صح؟ شو قناتك ايش صار لها؟ قناتي تهكرت، بترجع ان شاء الله. يا طول ذا والله العظيم. ايش فينا حسبنا الراديو؟ وينك يا بوي؟ وينك شوحه؟ انا موجود عند المستشفى. اطلع لي برا، اطلع لي برا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا ها ارحب يا شيخ. هلا. وش السيارة مغيمة ذي مكتم؟ انا كنت معي شو على انا. وش في اصدقاء جدد؟ ايه ما شاء الله. ضبطت لك البيت، ضبطت شريت لك بيت. الله يجزاك خير. والان جرت لك موتر. والله لك فلوس. لا انت، لا لا انت، انت مو ابو سويحان. لا هذا كذب. شوحة اتبرت بظروف صعبة، لازم اوقف جنبك. اذا ما اوقف جنبك مين اوقف جنبك؟ صادق الله يرضى عليك حبيبي والله. لازم وين اوقف جنبك يا شوحة؟ ابي اشوف البيت. هم بيتي، ما سويت بيتي شوبينج شوحة. دخلت اللي قلت لك، قصدي دخلت قلت لك عنه. ممتاز ممتاز. ثواني طلع حنا بس بعطي بيته. انزل جهزت لك. انزل انزل انزل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال هذا المدخل، تعال. اللهم اجعله بيت عامر. تعال تعال. الله بيت، الله عندي بيت، عندي بيت. اول شيء اسمي بالله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا عدوان على الظالمين. بس قبل تدخل بجهز لك حاجه سريعه. ثواني بس خليك هنا. امانه ما تتحرك. امانه والله والله ما اعرف ادخل اصلا، ماني متعود على البيوت. اتحرك مره. يلا
والله يا عيال سيارة وبيت وفلوس من مين؟ أبو سويحان ما شاء الله. الحمد لله. قولوا ما شاء الله. قولوا ما شاء الله يا إخوان. وشو؟ وش ذا؟ اسمع الكلام انت لما تسمع. وشو؟ يدك فوق، يدك فوق. يدك. هذا يسولف مع مين؟ يدك انت ولا كيف؟ من هو؟ من تقصد؟ يا اخوي اقصدك انت. انا وشو؟ مين انا؟ ارفع يدك. جابك هنا. انت وينك؟ ما اشوفك ترى. ما يحتاج تشوفني. جابك هنا. وشو جابني هنا؟ هذا بيتي الجديد. هذا بيتك؟ ايه. وديك على الدار قلت لك ولا حركة. بيتي الجديد ذا. ايه. تأكد؟ ايوه ابو سبحان جايبه لي. جاهز؟ جاهز؟ ايش فيك؟ تسمع احد يضحك؟ اوه والله ما سويت شيء ما سويت شيء. روق يا غالي روق روق. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. شكرا لك. لسه زيد. اسمع. وش ذا؟ الآن بعطيك المفاتيح. بسم الله على بركة الله. ايوه اخذتهن. ايوه اخذته. بسم الله. بسم الله. سلاش وانتر. ايه بسم الله. ولا اكتب انتر كذا. تي تي سلاش اي ان تي اي ار. هوبا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. هلا. اضغط سلاش وانتر. دخلت. خليني بعطيك مفتاح كينج. ثواني. سوشي 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 سوشي. وقف 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 وقف. طلق نار. من اللي طلق النار؟ من اللي طلق النار؟ اصدق الجرس كلكم سريع. دق الجرس سريع. طلق النار. لا. ابو سويحان الحين هذا بيتي. بسم الله. اول شيء نبدا بحمد الله رب العلا جل جلاله. نبارك شوحة ببيته الجديد وان شاء الله راح يتم تاثيثه بالايام القادمه. تفضل معنا شوحة هنا. تفضل. الله يبارك فيك. بسم الله. بسم الله. تفضل يا شوحة. تفضل. اللهم لك الحمد. ما شاء الله. ما شاء الله. لي تعال. خلينا نشوف الخزنه. عضلات الاي. عضلات ما شاء الله. لا تكذب علي وتفرحني. هذا مو كل اللي والله انك السلام عليكم شوحة. عليك. عليكم السلام. هلا والله. شوف كيف ما شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك فيكم يا اخوان. فرحتوني والله العظيم. يلا اللي بعده. اللي بعده. تعال شوحة تعال. يلا وريناك الان. لا باقي موتر ماخذينا بمليونين و220 الف. يلا بسم الله. ممتاز. افتح لي الباب لو سمحت. بس خلاص طلعنا. طلعنا ثواني بس. ابي اشوف. تعالوا باقي الموتر نعطيه بس. ريك والله بدخل. اصبر اصبر. ابي اشوف كأنك كاتشب شط. خلص. يبغاني اهينه. بسم الله تعالى. ابعد من الكراج يا اداء. ابعد من الكراج. تفضل تفضل يا شوحة. تفضل. سيارة أحلامي. الحمد لله. أعرف جوك. أعرف جوك والله. أنا سيارة أحلامي. بسم الله. 250 كذا. مرة حلوة. أعطني مفتاح. ثواني. أعطني مفتاح. بسم الله. حياكم الله. والله سيارة أحلامي. الله يجزاكم خير. تعالي شنطة بركب معك. يلا افتح الشنطة. تعالي شنطة. افتح الشنطة. وين بس افتح الشنطة؟ وين افتح الشنطة؟ السيارة هذه بطاريات ولا شحن؟ اعطيك كف. اعطيك كف. لا تطقطق على سيارة الرجال. من قير مني يا بارد الوجه. هاي عمي. عليكم السلام. هلا وسهلا. يلا توكل على الله.
توكل على دقريف جرب ما شاء الله استمتع الحمد لله الله يسعدكم والله يا اخوان سعادتي بسيطه ما شاء الله ما شاء الله دبل الله شو والله حلو السياره كنا طالع من بحر اللون حلو ما شاء الله انعجبت حلو مره والله انها حلوه هذا تدري لو اهرب من الشرطه ايش يسوون يركضون ركض ارجع طيب ارجع شو شو السياره حلوه ولا لا اي حلوه حلوه مره ترى قيمتها ب 2 مليون قل قسم وين اللفة هذه اللفة؟ مين؟ دقيقة بس التيس دق علي ثواني يلا دخل باركينج دخل باركينج والله عجبني البيت ها؟ والله البيت الجمهور بصير جيرانكم ها؟ حياكم الله يا مرحبا من قوة ما هي صغيرة مربط حزام الأمان يلا بسم الله انزل راح ناخذ اسلحه انزل وباخذ اسلحه بنجيكم تمام بينج بينج كينج انت وات شوبينج انقل الصدق تعرف ما بين سوى شوبينج شباب اللي دخلوا خذوا حلالي خذوا حلالي وحلال عيالي خذوا كل شيء يعني وشو طلع لي الحمار اللي جنبي ماخذ كل شيء مين انت حمار ليه حمار انت مو بنا سويت خذ 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 خلاص على سكك على وجهك يلا مزحت يلا خذ وشو خلاص دح شلون طلعت صح باقي يعطيك فلوسك تعال استلم الكاش الله يسعدك يا بعد قلبي كثر الله خيرك والله يبارك بعمرك يجعلك مبارك وين ما رحت يا بعد روحي انت يا حبيبي الله يسعد قلبك طول عمرك كثر خيرك يا عمي يا حبيب قلبي الله يحرجتني قسما بالله من زين ايامك بعطيك كف يا سزلو يا ابو قلب اسود يا الحقود منقهر مني منقهر من غير عشان معي هذا انا اوريك لا اشوفك والله انا على المكان الحين طلع سلاح ونعشك ليش اديك سلاح ليش اديك سلاح اجل هذا وشو ذا وولف يا بعد قلبي يا بعد روحي وإنه لشوق عظيم يشهد الله الله يبارك بأيامك يا بعد روحي يا حبيبي أنت الله يسعد قلبك ويوفقك ويفتح بوجيهكم جميعا الله يسعدكم ويفرح قلوبكم وينور دربكم يا رب يدعو لهم يا شات تكفون اللي يغليني ويعزني يدعي لهم شكرا محسن يا حبيبي ذا وولفينج شكرا يا عمي على ال طيب هذا سلاح يا عيال طيب ها هذا وشو اللي معي هذا سلاح ثقيل طيب رجع رجع ما في رصاص ما في فايده رجع يلا باقي ما جبت له اسمع ترى هذا بيتنا المشترك ها باقي فلوس وشو البيت ليش المشترك لا لا شوحه شوحه ما تصير حركه تمشي طيب الفلوس كم تعطيني انا مشات رجع 30 ولا باقي ضايع شو حتكفى بينك خيط راجم
اصبر معي راديو انا. ممتاز. طيب عندي عده غوص زايده. اطلع حط الله. طيب وجه شقتي يا ابو محمد. يلا اخذ الطاقه وانت. كيف حالك ابو محمد؟ هلا 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 حبيبي. هلا كيفك مع الايم والاشياء الطيبه؟ وش ايم؟ وش معنى ايم؟ مع شو اسمه؟ يبينا نخطف قدامي. قل له قل له الايم. لا 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 هذا هو قدامك. شوف والله هذا الايم فعلا. طيب وين شقتك هنا صح ولا عند المستشفى؟ لا 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 مستشفى. مستشفى. يا عيال شو اسمه ذي؟ قلت تصويب. طيب اسمع الله كيوت سياره ورديه. ابو ها. انا عندي تحدي لازم تفهم معاي. فهمت؟ وش التحدي؟ التحدي من واحد مدينه اني اهرب بالسياره الصغيره. والله انا ودي بكيفك. عادي بكيفك ما عندي مشكله انا. بالعكس جو هيد. انا عادي اقدر اركب العيال معي لكن بشيل همك بشكل كبير ترى. لا لا ابيك تشيل. ابيك تشوف شيء في فلوس والله انك تزهل. وش بتسوي؟ ايش بيسوي؟ بيروح يجيب سياره من الشقه. ما شاء الله سياره صغيره. اي ممتاز. كيف حالك شوحة؟ الحمد لله. كيف يقولون امورك طيبه ان شاء الله؟ ايوه الحمد لله طيبين. الحمد لله ماشي الامور. كم عمرك؟ 72. ما شاء الله تبارك الله. الله يرضى عليك. نعطي واحده ارقدوا قدامي بس. يلا رهاين يا جماعه. رهاين يلا الان ادخل موجة يا شوحة. يلا كم؟ 23.32. يا دقيقة شوحة. ها كم معك طلقة؟ ما ادري تعرف انتش. اصبر بسرعة. شوف افتح افتح شوف. دقيقة اهمسوا 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 حول العالم اهمسوا. قاعد اهمس 30 دوت كم؟ كم معك؟ روح روح محل ملابس انتم. ها انا بروح محل ملابس اللي عند القسم. شوحة رد علي كم معك؟ دقيقة 37. بتروح تحرر القدس ولا ايش بتسوي؟ ما ادري. تبي انت؟ ابي ايش 37 طلقه ما اخذها بنزل في مصر. وش دريني؟ لا حول ولا قوه. حط حط بالدرج عندي عادي. يلا انا بحط بالدرج. طيب سوي صح؟ هذا اي 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 بسمع انت 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 بسيارتكم الحين صح؟ ناخذ ما ادري اني ماخذ فوق الخمسين. من هو اللي بياخذ مكانك؟ ابو سنو خله خله يدخل الراديو. طيب طيب تبون موتركم انتم؟ لا لا مو بالان جمع رهاين بعدين وش يسوي بموتر. طيب يا اخي احس اني لو تعطيني اسوق بطلع رهاين بسرعه. احس انا احس لو بعطيك سوق موتري ما راح يعني يمشي ما ادري ليش. تحس انه تحس انه بنمشي ماشي. صدقني صدقني زهلني خليني اسوق. يلا 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 دق. صدقني زهلني شوي. يا انت يا شوحه الحين اللي قدامنا ناس تنزل بسرعه ما تنزل تعطي بوكس. اي ما عليك التصويب عندي 100%. المدني يقول لك شراب. الموجه غلط. 23 32. 23 32. يا شباب الموتر الثاني. شباب الموتر الثاني. هلا انت وين قاعدين تفرون؟ محلات الملابس اللي بلوس. اي نعم حياكم الله شباب. الله يحييك. اعرفكم يا شباب. هذا اهطف واحد في المدينه اسمه شوحه. تخسي نعم والله يا وين. اسمع اسمع هطف وجهك يا ابو ريحه. معاك ابو مشواح اللي ما يهاب سود الليالي. يا طفا قرقاب رجال تمرد ارقدوا قديم السي الحين تقول. ها ايوه الحين تقول. الحين تقول يا قهرني. شوف ابو سنو شوف ابو سنو واقف يسار. شوف شوف شوف
لازم تثبت تدخل مع إصابة جديدة، لازم تثبت نفسك. هلا بن كرامة، هلا بالشيخ ابن الشيخ، قسم بالله اني انتظرك متى تبث يا بارد الوجه. طولت، اخلص بث يا ابن الحلال. لازم نحاصرهم، تداول والاشياء الطيبة هذه باقي. ارجوك قولوا له تراك طولت، قولوا له يا اخوان طولت يرحم امك. ايه مركز، اول ما تدق بوري في مين؟ في مين؟ رفع يدك يكفي صح؟ لا لا في مكان متر يشيل خمسة الحمد لله. ابو ترى كم يشيل واحد؟ يلا انا بركب ارغي شيل اثنين بس شكل بوقف اركب اركب لا شكلنا بنركب معكم واحد ما شاء الله مدرب اجل ها؟ لان متر كسبان شو حربت حزامهم يلا اصبر اصبر بس خوفي اللي بالشنطة يجي شيء طويل العمر انا ما احب الاسلحة سكر بابك؟ عندي سكر لا والله مو مسكر والله مسكر عندي تاخذ مترك انت صح؟ ايه طيب انزلوا 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 انتم يلا لا خلاص اثنين ايش دعوه اثنين يلا 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 عشان الوقت ولا بروح طيب يسار 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 خلاص وقف هنا وقف هنا وقف وقف اذا سبعه تكفي سيارتين وقف خلاص روحوا تعال شوف تعال بدون شنطه طيب خلاص يكفي راهنتين ها توجه خلاص اي مصرف خليكم جاهزين شباب ها الحديقه الاغراض ارجع لي ارجع لي موتري يسار تكفى الله يقطع ام القهر تعال تعال يا ابو علي فديك ابو سنول حقني الموتيل عرفت اني ودي اشارك ما له داعي كذا الصوره ترى البطايق في الدرج انت بقى تصير شيء ولا شيء حطيت رصاص بالدرج برضو مركز متوجه تيم فور بس بيض الله وجهك مواجهة كتله حبيبي حبيبي طول عمر مركز الأمنيات فصل علي طول عمر وش يقول؟ يقول كرر بلاغك يا لوح وش اسمه مركز العمليات من هو؟ قاعد يقول لي طول عمر قاعد يناديني يا طول عمر شو اضغط له الراديو يلا 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 بسم الله ضغط ارسل اخواني بسرعة اتوجه لك اسم الروت ما ادري ايش بنسرق بس انه كيف بنسرق ما ادري ايش الامر الامر والله كان ودي اكمل معاكم لكن مركز الامنيات يبغاني لا يلا بنوصلك الحين يلا تنهم قول له قول مركز الامنيات تعال تعال لا لا تقول لك يا لا تبدا هنا بروم المستشفى بالسكار دستسيون طيب تبون مصرف المستشفى ولا مصرف اللي فوق هناك اللي فوق احس انا اشوف بعيد عن الحديقه اسمعوا 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 موتر ابو سوسو فوفو انت موترك وده واقف الموتر وديته وديته خلاص فوق المستشفى ها تمام ما شاء الله يا مستدير ما شاء الله سجل يا ما قد جربت تفسخ الملابس لا 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 صلى على النبي لما اقول له سجل العمر والله لا تسجل ارمي النور لا 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 تسجل العمر انت مدرب يا ضرم انا مخرب يا طول عمر وسك بدك مدرب اجل يا ابو جسم خايس تكفى 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 قال اطلع على موترين ايوه على موترين هو وش السهبل انت طيب الموتر الثاني اقدر اجيب الجي ولا فل لا 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 فيها يا اخي ما عليك موتري وموتر ابو سوسو يلا يلا تبي انت الجي تبيه والله دا يمدي اذا يمدي خلاص وانا احبك يا بعد قلبي يا حبيبي انت الله يسعدك روح جبه روح جبه البركه مو اللي قدامنا مو اللي ورانا البركه حق المبنى الاحمر يلا بروح بجيبه لك انا حطيت هنا وقفلت عليه المتركب الصغير قال ضرب فيه ما انسحر يا ولد المبنى الاحمر في الكراج تسال وش نسال هذا انت شفت المكان هذا بنسرق اللي قبل شوي بطاقه من ما ادري والله لا ما داعي ما بيسال يلا هذا عسكري ايه لا كراج دايموند كراج دايموند كراج دايموند يا يا الطقم هذا لك ها العمر والحزام سيد
ربطت لك يا خلاص ربطنا لك الهم شط في قراج هناك ايه دخل بالورشة من قفل عليه ما شاء الله يعني ان شاء الله انا موجود انا رهينا ثالثة يسعد امك في ذمك ايه جبنا ثالثة خلاص ثلاث يا مين ثلاث يلا تعال المصرف يلا روح موتر ابو سوسو خلوه معكم ها اي معنا معنا تمام بجيب واحد الله لا يوفقهم خلاص خلاص بطلع معك متاكد اي متاكد شرب معزز يعزز لك وي وي فوفو ايش رايك تجيب موترك والله والله جيب موترك دام عندنا ثلاث طبعا انا قلت تصريح ولا لا انت تعال بس المصرف عشان بحط الرهين معك ليه وش في ردكس يلا 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 وصلنا ها بنزل الرهينتين بعد بنزين وبرجع لا هم يدخلونك يدخلوني ما هي الاغراض ما هي الاغراض يدخلوني ما هي الاغراض نزلهم نزلهم انزلوا كلكم نزلهم شو شو يلا اسحبها اسحبها يلا عسكري ها صلي على النبي صلي على النبي معك يا معك الكل صلي على النبي يا ابوي انا ما احب الاسلحه كل ما اصرف ابي بنزين وبجيك لا معي معي الاغراض اوكي اوكي حرام ساجع عشان بعبي بنزين تاكدوا من عددنا يا الوجه يجيب المرض يجيب الهم يا سته انت نتن سبحان الله نذكر اسامي عجبون اي شيء نكلم المركز العمليات يلا كلم كلم يلا بضغط لك الزر بتقول له اقول له اني مخطوف ولا مركز العمليات انقذني انا مخطوف بسرعه اضغط الكلمه ابشر 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 يلا انقذني انا مخطوف كذا قول له يونت 101 مركز العمليات حاليا انا مخطوف انقذني انقذني قول له قول انقذني انا مخطوف قل انقذني قل انقذني عسكري قل قل هذه كتو كتاي بسي اقصد مستجده وعسكري ومواطن شرح التفاوض عندك في كون ها ابغى اشوفك انت تفاوض تدخل عالم الاجرام تم 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 ابشر بي ابو سنوبي روح يبي بنزين قال لك قول لي بسرعه ترى معي الاغراض قول له انا مخطوف من واحد يخوف بسرعه قول يونت 101 الى مركز العمليات انا مخطوف من واحد دقيقه 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 وش شو اسم اليونت حقك ترى بالله العسكري والله شوف والله انك صادق خلاص انا يونت حقي احترم ان نقمه عيشك هذه صعبه عشان كذا انت لازم تكون متعاون ما تسجل ملاحظات ابشر يا طول العمر ابشر ما سجلت رب الكعبه تسجل ملاحظات ابشر يا طول العمر ابشر انا مالي شغل انا مستجد انت تشتغلين عند حفريات ولا وش وش الطقم ذا هذا طقم اللي يولع بالليل عشان ما اضيع عسكري كان لابسه صادق صح 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 ابو سوسو ابو سوسو شو العساكر عجل عجل يلا عندكم ابدأوا تستهبل والله عندك ما عندي ماسك يا عيال ما ادري ايش في اختفى ما تقلتش ام اي اس كي ما في ماسك يا عيال بعدين هذا قاعد يقول اليونت حقي بارد الوجه بريحه بسرعه يا سوسو بسرعه بسرعه سوسو يا عيال الموني شو شو يقول قول لهم عيال وش خروج امن على السيارتين وش بعد ممكن حشي خروج امن على السيارتين عندي ثلاث رهائن لا سيارتين ولا طول العمر هنا عندي اثنين عيال طول العمر طول العمر انا بجيهم شيء لازم تكون متعاون معي طول العمر انا خايف عيالي يبقوني طول العمر انا تحت امرك ابشر 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 كم معنا سيارة؟ شبلا ذا شبلا 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 شق على نفسه شبلا اف طبعاً عدم الغلط كم في سيارة عندنا حنا؟ سيارتين يا غالي انت زهراني؟ ها انت زهراني؟ لا ماني مزه ايه؟ شو اسمك انت؟ انا اسمي ظلم الداكن قولي بس قولي ما سجلي 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 اسمع انت داخل سرعة انت واحد يقف عند الرهائن سرعة شو شو وينك انا قاعد اسرق الان شو شو راح تفاوض يلا
تعوض عند سوسو يا شباب. قاعد اسرق انا الان اجيكم. لا تعوض عندك، تعوض عندك. يلا ايه يا حضرات العسكري، دقيقه جالس اسرق. نجيك بسم الله. قبل شوي كان سرقتهم، الحين سرقتوها. يلا سرقينها احنا يا سي اي. تفضل يا عسكري. انت المفاوض؟ صحيح. تفضل تفاوض مع حقنا، هذا المفاوض حقنا. سم هذا المفاوض. صحيح. انت بالله انت هذا؟ اي انا. ليش جسمك صغير؟ افرض هيبتك عليه. والله معك عساكر الرهاين. ترى معي عساكر الرهاين، تفهم؟ كم عندك عسكري؟ عندي ثلاث رهاين. عندك ثلاث رهائن؟ اي نعم. تقول فيهم عسكر؟ اي نعم. اثنين عسكر قلنا. واثنين منهم عسكر. لا حقايق والله. يا مواطن. وشو؟ ولا ارفع صوتك تكلمني. ارفع صوتك وانت تكلمني. يا مواطن ما تبغاني هاوشك يعني، بس انا اتكلم معك باحترام. اقول لك ارفع صوتك، ما قلت هاوش، كيف تهاوشني وانا عندي رهائن عساكر لا اذبحهم الحين؟ لا لا خلاص لا تذبحهم ولا شيء، الامور طيبة، الامور طيبة. لك شديد. اثبت لي انك شديد. امور طيبه. ايه يلا ان شاء الله. بس الان بنتاكد من سلامه الموقع، وان شاء الله بتجيكم احدث عافيه تطمنون على حياه الرهائن. هل الوزير مداوم؟ هل الوزير مداوم؟ الوزير مداوم بنفسه؟ لا الوزير ما هو مداوم. الا مو مشكله. يلا مو مشكله. يلا شفت مدنيين عند الباب يتحركون؟ اذا شفت مدنيين عند الباب يلفلفون بذبحهم على طول. هو ما بيخشون عندكم، بيقعدون هناك برا. كل منطقة هذه محوطين عليها. المنطقة هذه حنا محوطين عليها، فاهم؟ طيب طيب تمام تمام امورك طيب، ما عليك، ما راح يوصل كولا مدني ولا راح تذبح مدني، بس انتظر الوحدة الاسعافية نتأكد من حياة الرهان اللي عندكم داخل. بس انت بنفسك طيبة. انت بنفسك. ها لا لا الامور طيبة ان شاء الله. الحركات السوات اللي ورا بس تعدل. ايه حركات السوات اللي ورا. وش هي حركات السوات؟ والتبطح والتصويب ومدري وشو. ها وش ذا؟ تبغى تذبحني؟ لا لا ما يبغى يذبحك. عشان الله قاعد تاكل ماسك مع ببدا تحذيب رهاين. نعم بس خليك عند الرهاين. انا دقيقة لا لا اقلط اقلط تفضل معنا، اذا ودك تقلط لا اقلط عادي موضوع يحب. الله يعطيك الفافية الدعوة. شو اسمك انت يا ابو؟ معك ماركو. ايه حياك يا ماركو. الله يحييك. مارك انت اسمك ماركو؟ ابو جهي ماركو ساعتي لاخر تنين. لا زبد له، قل له اذا ما انت مفاوضة تتكلم معي. اسمك ماركو انت؟ عطى شوحة. اذا انت مو موافض موافض. اذا انت مو مفاوض لا تقدر تسولف معي، تفهم؟ يا المعلمة يا عمري يا عمري يا مفاوض حقهم. شباب ايش رايكم بجسم ده؟ عموما يا مواطن راح ندخل عندك ونتاكد من حاله الرهاين. اي ممتاز، ارفع يدينك فوق اول شيء. ابشر راح ارفع يدي. تعال شوف دقيقه. تعقيم وقف، خلي عقمك وقف. بنكتم انا، بنكتم من التعقيم حقكم. هلا. السلام عليكم يا تبكي تبكي ارواح بنا ليته يبكي ارواح بنا شوف تحت. اي تمام تحتاجون وحدات اسعافيه يا عسكر ولا يا مواطن؟ طول العمر هذا بق علي بالبخار حق طول العمر. تحتاج يعني بتموت انت؟ تدري انك مجرم كبير، مجرم خبير. بس خايف شويه. لا لا ان شاء الله ان شاء الله ان اموركم طيبه، انتم بس لا تتكلمون معهم، لا تتكلمون معهم. هلا عموري مرموري يقولونها، وحنا ان شاء الله بنطلع في مكان سالمين غانمين ان شاء الله. دربتنا على ان احنا نكون اقوياء. انا فاهم انا فاهم. صح 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 صح. منو هذا العسكري؟ يعني منو هذا؟ منو بالله؟ لا لا بالضبط خلاص الله يسعدك. توكل على الله. صار ثلج اسمه كوجي. صحيح تم سارق سيارة. يلا سارق سيارة؟ صحيح. ما شاء الله تبارك الله. انا سارق سيارة سوداء والشباب سارق سيارة ثانية. شوشو خذ. صحيح سياراتكم كلها مسروقة. اي طيب سياراتكم كلها مسروقة. طيب الان وش طلباتكم على الثلاث رهاين؟ خروج امن. على ايش يا ابو سبحان؟ كل الله يقول. ايوه على السيارتين. على حنان حويلان. يا ربي يا ناس
خلاص يا غالي خلاص. سم جسمك صغير كأنك رضاعة. اسمع. أنا حالة فايفة يا جماعة دقيقتين. نبي. سم يا مواطني. خروجها من السيارتين هذا أولا. نادى. أو ثلاث سيارات. زين. على ثلاث سيارات تحدد السيارات بس. اثنين شارجر واحد تشالنجر. اثنين شارجر واحد تشالنجر. شو طالب مطعم سيارات؟ اسمعني. سيارات حددها أشير عليها طيب. هذه. اثنين يسار. واثنين اليسار. سارتي. واثنين اليسار. والفينوم. اثنين اليسار. ها؟ إيه وشو؟ دقيقة وشو؟ قاعد اسمع صراخ عندكم داخل الشاذ. لا ما اثنين اليسار. اي تمام خلاص اموركم طيبه طلباتكم مقبوله. تمام يا مواطن بس حاب ابلغكم بس على الطلبات هذه الثلاث مقبوله ولكن لكل مركبه شروط خروج امن. وش الشروط؟ تتضمن اولا تدخل الخارجي وانت تعرف يعني ايش التدخل الخارجي راح يفشل خروج الامن. كذلك توجهك للبحر والشاطئ راح يفشل خروج الامن. كذلك تهديد حياة المواطنين بشكل متعمد ومتكرر للخطر راح يفشل خروج الامن. كذلك رفع كل سلاح على احد افراد الشرطة بنفسك ترى احنا خاطفين او ما شابه او المواطنين راح يفشل خروج الامن. انتبه لنفسك ترى انا خاطفين ثلاث عساكر تفهم. اي تماما انا داري انك خاطف ثلاث عساكر بس انا اتكلم انه الان في شروط خروج امن على المركبات. ان طلبت خروج امن ففي شروط بسيطة سمعت انت و كله ابغى عدة تصليح يا ابوي معي عسكري انا. ابي عدة تصليح يا ابوي معي عسكري انا ايش فيه؟ طيب اذا معك عسكري عندك ثلاث رهاين. ايوه يعني مو بشيء هين عطني بسرعة. يا الغالي يعني انا ما ودي اتكلم اني ازهق ارواح داخل ولكن ترى جندي ومستجد ومواطن فهو ثلاث يعني وش ارواحهم عادية يعني عادي يموتون صح؟ مو عادي يا اخي وفرنا لك على العسكري اسارتي خروج امن اسارتي خروج امن على الفينوم ولا التشالنجر وش تبي بعد اكثر من كذا؟ كله احس في صوتك انك يعني قاعد ترفع صوتك علي. ايوه انا احس كانه بدا يرتفع صوتك. انت طلبت مني يعني اني ارفع صوتك. اسمع هو الان ما يسمعنا احنا قاعدين نهمس مقفلين الجزاز ما يسمع كلمت ركز معي ولا شوف مطالبي واضحه تطولها معي. اسمع يا عمري مطالبي واضحه وكل شيء واضح لا تطولها معي. ما قلنا شيء طيب قلنا واضح بس انت ترفع صوتك علي وانت بترفع صوتك لانه رب الكعبه لو ارتفع صوتك اني لا اروح شفت في واحده هنا لابسه شيء ولا بالليل لا ربطكم انت اللي ورا تمام انا ما عليك مو طيب بس انت وصلتك شروط الخروج الامن جيب اللمبه جيبها يا عمين هذه ارفع السلاح عليها اقول اذا سويت شيء هديها يا مجرم هديها تسمع يا مواطن عطنا عدة تصريح عدة عندك ثلاث رهائن وفرنا لك ثلاث خروج على ثلاث مركبات مركبات تلعب بالياباني مركبات تصيح طيب اذا تكلمك يا مواطن على اليسار بدي هالرهينة تسمع ما تكلم لا تتكلم لا تتكلم يا عسكري اتكلم لولا عندي جهة ثانية براسة علمك لا تطلق يا مواطن اموركم طيبة وفقنا على الطلبات خلاص اموركم طيبة وصلت شروط الخروج الامن كل وصلتني عشان نبدا توزيع نبدا اصبر الاجراءات اعطني دقيقه يعني ما وصلتك الشروط الا وصلت ثلاث الشروط خلاص اموركم طيب ان شاء الله تطلعون في اقرب وقت يلا لا تطول ها الحين انتم عندكم خطه ولا سرداحي مرداحي كويس لا الزبدة ان السوات ترى مداومين واشوف استعدقين ارجوكم والله العظيم لو امسك وش بيصير تتوقعون بنظف لو تمسك بنظف السجن بنظف السجن قسم بالله بنظف والله ادري يوم قلت اسمي ها قسم بعز الله والله العظيم انه بلغلط قسما بالله طيب اوكي ركز معي ترى ما يدرون من هو بس معاهم فينا كلنا نفس صادق طيب قولك شيء فلوس باقي فلوس اطلبك فلوس اي ما اعطيت مياه للحين ما فرحتني اعطيك بعد العملية تم تكلم براديو وانا قدامك ليش؟ بتعطيني وانا العب بلوت صح؟ في السجن؟ تكلم داخل اهمس هي انا قاعد اهمس الحين بسم الله فوض العكس هلا مو هلا بالشيخ
هي من المفاوض هذا يا حبيبي؟ من هو تكفون؟ في مجرم مجرم. فين الهلكات؟ فين الفينوم يا ابوي؟ انت جاي محور، انت تلعب كوره، انت ايش في كذا شاده؟ لا اعطيك كف تفهم، ترى معي سجناء. معك رضا تكر حبيبي، احترمني. اسمع كدج، والله شكلك محور. مو باسكري، ذب عليك ذب عليك ذب عليك، وانت عندك رهاين عساكر. عطى واحده عطى واحده، عطني واحده يلا. شلون يسمع ذا في قزاز؟ ايه شهد، ما ادري ما يستوي. يا ولد ايش تبي؟ ايش تبي انت الحين؟ فين الفينوم؟ فين الهلكات؟ مشكلته اقول له مشكلتك اذا ما تميز بين السيارات. والله مشكلتك اذا ما تميز انت، انا داري ان انت لك بالكوره بس مالك بالسيارات. هيا ارجع ارجع ورا، تراك متسلل. تعال 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 تعال، كسرتوها علي يا جماعة الخير. دقيقة بيرفع لك بيرفع لك الدقراس. تعال بارد الوجه، قلبي يقول انه بنموت كلنا وبيطبون علينا. هذه الحلقه الاخيره. لا تكفون يعني. شد شد معك ساكذا. تعالوا تعالوا، ابيكم ابيكم اللي ما اعطاني رقمه يجي عندي يعطيني رقمه. انا برسل لك على الواتساب. اعطيني رقمه عشان اذا انسدح لا سمح الله. اعطيتك رقمي، ارسلوا لي في الواتس برضو اللوكيشن. ذا اللوكيشن وشو؟ هذا المكان. ارسل لي شيء بالواتس عشان. ايه يلا يلا. وصلتك انا بالواتس؟ شوف دقيقة وينه؟ جاتك؟ ما جاني شيء. دقيقة الآن ما جاني. لا وزعوا ها؟ الحين وزعوا. أرسل لك. أرسلت لك جاء. أنت عندك رقمي ولا؟ ذكر يا براس، ذكر أنت ذكر. أيوة. لا أي واحد فقده أنت؟ أنا شكلي بطلع لحالي. زاحف صح؟ شوحة مع مين؟ معي 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 عشان موتري ذا أسرع. عطني رقمك. تبي رقمي؟ إيه. ما طلعت لي شريحة لسه باقي. ابن الحلال عطني رقمك. هل كنتم جاهزين؟ لسه يا شوشو. باقي ما طلعت. ممتاز يلا. الله يدري 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 النبي. اخذ ارقامهم. خطني النبي يوم من الايام يصير له شيء حلو. هو الى الحين ماخذ بصمه شوحه صح؟ شخصيته ذي. هذه وش الموتر ذا؟ هذا ما تفرق بينه؟ هذه فينوم وهذه هذه طلع ايش اسمه؟ والله انكم ضيعت هذه بنوم. مو بشخصيته ذي. شوف الفرق، اقرا هنا اقرا هنا بنوم. هو ليه اخذ رقمي؟ الكل يرفع سلاحه يا جماعه احتياط. ليه اخذ رقمي ولا اخذت رقمه انا؟ يلا بجد ولا حس؟ معليش هوني معليش يا غالي معليش. يلا يلا هلا وسهلا هلا بالشيخ. يلا يلا جنبها جنبها. وين الكلبشه؟ يا مواطن ما يحتاج. ركز معاي ركز معاي. وجهك وجهك على الباب وجهك على الباب. والله عدل وجهكم وجهكم على الباب وجهكم على الباب. أمور طيبة أمور طيبة. ما طلعنا فيها يا مواطن. أمور طيبة. طولنا مرة، وقتي من ذهب، لا تضيعون وقتي كذا. أمور طيبة أمور طيبة. خلص يا أنا كنت بس أنتظروا إن شاء الله إن الأمور طيبة، ما يحتاج تجيبون الرهائن قدامي ويحتاج. ترى أمور طيبة كلها، ترى كم دقيقة إن شاء الله وأنتم طالعين. أفكارك أفكارك عيد أفكار يا عسكري. يلا يلا انا انتوا انتظروا لحظات. يا عسكري سم سم يا مواطن. هلا سم من خرا مو ذا.
هذا ابو مشواح، شوح عسكري يا عيال ابو مشواح، بس الوجه هذا مو ابو مشواح لانه ما ادري شلون جاء. خيبة لا اعطيتك كيف تفهم يا عديم التحفيز. اما السيناريو ما في اي سيناريو شباب، تستهبل انت والله العظيم، ما عندي اي وقت اصلا ولا في اي واحد من هذول عنده وقت انه نسوي سيناريو. بث يا رجال ويلا. شيء رهيب الله يسعدك بالله، صاير حلو انا فيه صح؟ سام يا مواطن باقي 42 ثانيه بس. لا 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 يا عيال كذا يا عيال كذا، انا متاكد انها دقيقتين و43 ثانيه. شوف الله العظيم بالضبط دقيقه ونص. ثواني 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 يا مواطن لا تحلف لحظات، الوضع سريع ورانا ورانا سريع، بلغ الموزع الميداني يستعجل عندكم، خليني عندهم على طاقه النار. امور امور طيبه انت بس لا تحلف، امور طيبه عليك، بلغ طيب عليك الان الان بس لحظه، وحدات جاهزه حتى هو ثابت احس ما راح تذبحه، والله لا اذبحه مخك كفين. لا لا هي دقيقتين و10 ثواني يا مواطن انتظر بس اعجل، قول لهم يدرون ان الوضع خطير وبدنا نتوتر لان فوق نص ساعه الان تفاوض. لا لا مو نص ساعه، هم راضيين اللي يبغونه يطلعون. اسكت اسكت، كنت تقريبا لنا الحين 10 دقائق. اطول معي اطول معي بالكلام دقيقه كامله، يموت رهينه وعد. تاكد قناتك دايت يالله. الأشخاص يهددون بحياة الرهينة خلال دقيقة راح يذبحونها. ركز معايا يا غالي، دقيقة بالضبط، استعجلوا ورانا أشغال، الكلام واضح. طيب هد طيب هد قاعد، لا لا كلامك ما يفيد، كلامك يفيد، أتمنى تستعجل. لا استعجل استعجل 50 ثانية فور الأشخاص في 50 ثانية يذبحون الرهينة، استعجل يا 47 ثانية. 36 بالياباني 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 شوشو بالياباني راح يطلعون المجرمين بعد 5 4 استعدوا 3 2 1 اطلعوا اطلعوا سريع، انا بكون مع الرهاين، اطلعوا. لا طلع طلع مالي مالي فور طيب فور طيب خليناكم حرف معالج عشان سيارتكم تزن. تعالوا وراي تعالوا وراي كلكم وراي. تعدوني تعدوني ابيكم تتعدوني، ترى السوات ما يحسبون في الحاله مع الاسات العدو كبير مره. عارف عارف كل ثقه يا رجال متحزماتكم تعدوني تعدوني ابو سوسو تعدوني ابو سوسو بس هالفري معنا بالسياره لا ما حد بيلحقنا. ستارفيس ستارفيس اوكي ابو تحزماتكم لا تنسون. مالك مالك كان وراك اذا تقدر فراي كابرس واحد انا سبع جادة زبنة صح؟ سيد كابرس ايه توقع زبنة يلا روح اتسحروا انا زبنة يا جماعة يسعد امي نزل نزل فراي كابرسين فيك نزل خلوك ما ادري ابو سوحان سحور اتوقع ما يمدينا سحورنا بيطول عارف انت الوضع كيف. يلا 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 امشي بشوح الحق الحق البوش الحق البوش يلا اسمر 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 وش وضعكم عيال؟ تبون اجيكم؟ بنا انا وسكار لا 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 حد يجي ازبن ورا العشب يا عيال ورا العشب شلون افسخ يعني شلون افسخ؟ العشب هو يمينكم هذه العشبات صغيرة شوها يلا خلاص هذا السروال وفسخناه بقى شو اسمه ايوه بقيت تيشيرت شباب
يلا طولت والله خلصت الحين والله الان بجيك والله يلا شوف هذه الحركه شوف هذا شوف هذه وشو هذا يعني خلص يا تشات اربعه نزل تحت اسمع انزل كذا في ذمتك مر طيبه يا حبيبي والله في ذمتك حبيبي شوف تعال تعال شوف والله شوف الحين بتعديك والله بتعديك الحين بتعديك خلاص انا عنديك ثواني شباب ثواني بس ايوه اي والله يا حبيبيني انتم يا حبيبيني شو مطفى بثه شو مطفى البث ها شباب في كابرس بعد قدامي ثمانية حلو طيب اسمعني اسمعني اسحب المتركب تركب معي ايش رايك تمام يا حبي لكم يا رجال الله يسعدكم جميعا يا حبيبيني الله يرضى عليكم يبارك فيكم ولا احد لحقنا وقاعد اشطف بينهم ما يدرون اني انا مجرم نورين جميعا اساعدكم الرحمن نورين يا حبيبيني انتم ترا را 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 طيب. اذا معك هدد غوص ذب موتر انا من عند خلاص لا والله اثنين وراي ايوه السحور عيال والله ما يتسحرون يخلوني يصبر قاعدين يفرشون الحين تعرفون وين نتقابل وين دقيقه طيب اسمعوا بكون واقف عند اللوحه اللي قبل الجسر حق لوس مدخل لوس وقف وراي على طول كلكم وقفوا وراي دقيقه يا اخوان دقيقه على طول افتح لكم البيبان بجهزها لكم انا اخذت يسار انا بجي من لوس من ورا وراي ثلاث كوابرس ما اقدر اجيكم ما عليك ما عليك ما عليك انا بس ابغى اخذ شو اسمه الله عند رسول الله في الصول شباب تمام انا بس باخذ لا نقول لكم وداعا الى اللقاء في بث اخر من برنامج منكم وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نراكم على خير ما قصرتوا الله يعطيكم العافيه بتجي طاير قناه باذن الله راح ترجع باليوتيوب ينزل على طول باذن الله واذا بتهدي عرض الموت حفظكم الرحمن في امان الله عشان تنزل على طول تفتح اللي ما ضافني تويتر يروح يضيفني بعد زر التنبيه لان في شيء حلو بسويه اللي يفوز فيها ورب الكعبه ما راح يفوز الا اللي بالهذا اللي فعل زر التنبيه بس اللي مو مفعل جي جي يلا يلا جاي جاي يا احمد يلا بسم الله السلام عليكم أمير سنابن أيوة أيوة